يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سؤال الله تعالى بحق أحد من عباده أو بجاه أحد هل يدخل تحت قاعدة اتخاذ ما ليس بسبب سببا يعد شركا أصغر؟ نعم، وسيلة إلى الشرك. إذا سألت الله بحقه وبصلاحه قد يجرك هذا إلى سؤاله هو، كما يحصل عند الأضرحة والقبور، يستغيثون بالأموات ويستنجدون بالأموات، وليس لله ذكر في دعواتهم، وإنما كلها موجهة للأموات، والسبب هو التوسل بهم في الأول، ثم جر هذا إلى الشرك بهم. فالسؤال بهم بدعة، السؤال بهم بدعة، أما إذا سألهم صار شركا. نعم.